رأيك في القرارات دي؟ منصفة قوية؟ قوية جدا طبعا. يمكن أنا يمكن لجنة الكورة بتقول إحنا موجودين، وبتقول إن إحنا مش هنفوت حاجة يعني. وأنا عايز أقول إن إحنا في مرحلة صعبة جدا، لازم الناس كلها تهدى. في ماتش أهلي وزمالك في الدوري الأسبوع الجاي، وأنا شايف السوشيال ميديا مسخنة الدنيا شوية. ده فلان شتم فلان، عمل فلان، سوى لعيبة النادي الأهلي، لعيبة نادي الزمالك، سين صاد، لا الكلام ده أنا مش، أنا عايز حتى الإعلام الفترة دي، إحنا في أجواء مشحونة جدا. إحنا كبقى يعني كإعلام، وكدلوقتي ناس بنطلع نحلل وبنتكلم، لازم إحنا اللي نهدي الأجواء، لازم الجماهير تفهم إن ده ماتش كورة. ما بنشوف يا كابتن فاروق في دول العالم كلها بيبقى في ماتشات أوروبية بتتفرج عليها، وأنت بتتفرج عليها بيبقى الماتش بين الخصوم وبعضها بيبقى ماتشات فيها بلغة الكورة ضرب نار. وبعد الماتش بيروحوا يسلموا على بعض وبياخدوا بعض بالحضن، واصحابه واصدقائه، هي الكوره كده. طبيعي جدا جدا ان انا في الماتش ابقى عايز اكسب، طبيعي جدا ان انا العب عليك جامد، طبيعي جدا. واحنا كفاروق واحنا بنلعب كانت الامور كده بيننا وبين بعضينا في الملعب، احنا بنقاتل ضد بعض ان انت تكسب وانا اكسب، وفي الاخر بعد الماتش احنا اصحاب، انا صاحب الكابتن فاروق، صاحب الكابتن عادل، صاحب الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل الناس. فالمفروض الامور ما تبقاش بالشكل اللي هو مننا احنا خارجيا دلوقتي وبين اللعيبه وبعضها، لان انت في منتخب بعد في نهايه الشهر على ما اعتقد، او في بدايه الشهر الجاي، وفي في ماتش توجو، ماتش مهم جدا، منافسه ممكن تخرج لا قدر الله من الفرقتين نفسهم، كانوا طالع عندهم ماتشات مهمه، وعندهم ماتشين في بطوله افريقيا، ماتشات مهمه جدا. فلازم الامور تهدى شويه، الاجواء تهدى شويه. وانا مش مع ان يتقال ان الماتش يتاجل، لا، الاجواء لازم تهدى والماتش يتلعب، ويتلعب بشكل طبيعي ومحترم. وانا شايف ان القرارات دي هتهدي الاجواء شويه.